تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية وصباح التفاؤل وأيضا صباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مستمعين الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما الشعور بالسعادة مستمعين الأعزاء والتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحتكم. نرحب بكم مستمعين الأفاضل في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بفريق العمل المبدع معانا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرج المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا أيضا محدثكم عبد الله جمعة، وأيضا نرحب بمخرجنا سعيد المر، وأيضا صباح الخير للأخت آمنة العلي. أهلا فيك أخوي عبد الله، صباح النور. صباح النور والسعادة. وأيضا مستمعين الأعزاء، من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم، ونرحب أيضا باتصالاتكم معنا على الأرقام 600-551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض مستمعين الأعزاء فقرات برنامجنا هذا اليوم، نحب نذكركم بكيفية الحجز والتسجيل لأخذ لقاح كوفيد-19 في أحد المراكز المعتمدة بهيئة الصحة بدبي. طبعا بيكون عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA ومركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي من خلال الرقم المجاني 803-42. واختيامنا قبل لا ناخذ فقرات البرنامج، خلينا نذكر مستمعين الأعزاء بالمراكز اللي توفر فيها هيئة الصحة بدبي لقاح كوفيد-19. طبعا أخوي عبد الله، المراكز اللي توفر فيها لقاح كوفيد-19 هي مركز المزهر الصحي، ومركز أبتاون للفحوصات الصحية المهنية، ومركز ند الحمر الصحي، ومركز زعبيل الصحي، وكذلك مركز البرشة الصحي، ومستشفى حتى. نعم، نستعرض مستمعين الأعزاء فقرات برنامج هذا اليوم مثل ما ذكرناكم، أو دائما فقرة الأخبار العالمية والمحلية. واليوم عندنا خبر تحت عنوان العمل على الحاسوب طويلا يهدد بمتلازمة النفق الرسخي، وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها. فقرة التقنيات اليوم تحت عنوان مركز دبي للتبرع بالدم، ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم خفقان القلب، وفقرة التغذية نصائح لبشرة صحية في فصل الشتاء، وآخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعين الأعزاء عن المناسبات الاجتماعية، وبنعرف أكثر في هذا الموضوع مع الدكتورة هند العوضي. نرجع إلى فقرة الأخبار اختيامنا اليوم، وأول خبر اليوم تحت عنوان العمل على الحاسوب لفترات طويلة. نعم، وطبعا قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن العمل على الحاسوب لمدة طويلة يرفع خطر الإصابة بما يعرف بمتلازمة النفق الرسغي، وهو نفق في نطاق الرسغ تمر عبره الأوتار والأعصاب، وإذا تعرضت أنسجته للتورم تقع الأعصاب تحت ضغط مما يؤدي بدوره إلى الشعور بالمتاعب، ويشعر المريض بالألم حينما يضيق عصب في الرسغ بفعل التحميل الخاطئ أو الزائد عن الحد مثلا. وفي البداية تظهر أعراض المتلازمة في صورة وخس أو تنميل في اليد، لا سيما في الإبهام والسبابة الوسطى، وغالبا ما تظهر الآلام ليلا، وفي وقت لاحق يمكن أن يمتد الألم ليشمل الساعد وصولا إلى الكتف ومؤخرة العنق، وعادة ما تكون فرص الشفاء جيدة جدا عند الاكتشاف المبكر للإصابة. وللوقاية من هذه المتلازمة يجب استخدام لوحة مفاتيح وفأرة تتمتعان بتصميم مريح، مع مراعاة أخذ فترة راحة قصيرة من وقت إلى آخر لتعويض الحركات الرتيبة أثناء العمل على الحاسوب مثل نقر الأزرار أو الفأرة. وطبعا يعني ننصح المستمعين أخوي عبد الله أن يحاسبون على يعني حركات يديهم يوم يستخدمون الحاسوب، إذا هم من الأشخاص اللي يستخدمون الحاسوب لفترة طويلة.
صحيح. وقبل أن أخذ عيل اختئام فقرة السوشيال ميديا، خلنا نذكر مستمعينا الأعزاء عن أهمية اللقاح فيروس كوفيد 19. اللقاح مستمعينا الأعزاء هو وسيلة آمنة وفعالة تحمينا من أمراض خطيرة، وأيضا يمكن الوقاية منها، حيث تقوم اللقاحات بتحفيز الجسم لبناء مقاومة لعدوى معينة، وأيضا تقوية وتدريب جهاز المناعة لتكوين أجسام مضادة. ناخذ فقرة السوشيال ميديا مستمعينا الأعزاء ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها دائما مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور إن شاء الله عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور الزيت. صباح النور والسعادة أختي أسمى. ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي والأشياء اللي صارت خلال 24 ساعة الماضية. من ضمن التغريدات اللي كانت موجودة وكان لها تفاعل كبير، تغريدتين من حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي. التغريدة الأولى: معالي اللواء طلال حميد بالهول فلاسي رئيس جهاز الأمن في دبي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتك ضمن حملة التطعيم التي تنفذها هيئة الصحة بدبي. أيضا من ضمن الأشخاص اللي كانوا يعني تلقوا تطعيم يوم أمس سعد عبدالله الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن قاعدين نأكد عليها هو الخدمات الإلكترونية، والآن متوفر يعني خدمة مثلا بعض الأشخاص سألونا عن خدمة الإمارة النمبر وكيف أن الواحد ممكن يسوي له ملف، يفتح ملف عن طريق الأونلاين موجود في موقعنا في الصفحة الرئيسية لهيئة الصحة بدبي www.dha.gov.ae. ممكن يدخلون هناك وأيضا يسوون لهم ملفهم الطبي إذا ما كان عندهم رقم الملف. وأيضا ممكن إذا واحد ما يعرف شو رقم ملفه ممكن يدخل عليها الخدمة وحط من يحط الاي دي نمبر ماله يطلع له رقم ملفه الطبي. يعني هاي من أكثر الأسئلة اللي كانت توصلنا، شو رقم ملفي أو كيف أسوي ملفي دي. أيضا من ضمن الأشياء نحن يعني نشرناها كتوعية وكانت من ضمن الأسئلة الأكثر يعني مثلا شيوعا اللي وصلتنا: هل يمكن لمن أصيب سابقا بفيروس كوفيد أخذ تطعيم فايزر بيونتك؟ الجواب هو نعم يمكن، ولكن بعد مرور 3 أشهر أو أكثر. هاي هي المعلومة، أن دائما توصلنا هاي الأسئلة لكن لازم تكون 3 أشهر من تاريخ الإصابة. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة، شكرا لك أختي أسمى. مستمعينا الأعزاء، قبل لا نطلع الفاصل وعندنا بس نذكركم بأن بخصوص موضوع الفحص فيروس كورونا، هيئة الصحة بدبي توفر الخدمة هاي في مراكز التسوق في مول الإمارات و أيضا مردف سيتي سنتر وديرا سيتي سنتر. يمكنكم مستمعينا الأعزاء أخذ المزيد من المعلومات حول هاي الخدمة، الاتصال بالرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي على 800-342. طبعا أخوي عبدالله نذكر المستمعين دائما أن هناك فئات مستثناة من لقاح كوفيد 19 واللي صحيح. هي واللي هم طبعا الحوامل والمرضعات والمصابون بأمراض نقص المناعة والأطفال دون سن 18 والنساء اللواتي خططن للحمل خلال 3 أشهر من أخذ اللقاح والذين لديهم حساسية من أي لقاح أو طعام أو دواء أو مادة معينة. فلذلك طبعا للكل اللي حابين يأخذون اللقاح هناك إجراءات معينة عليهم اتباعها وأسئلة معينة عليهم الإجابة عليها قبل أخذ اللقاح. وننصح جميع المتابعين للبدء بأخذ لقاح كوفيد 19. نعم. أيضا اختيامنا، وقبل لا نطلع الفاصل نحب أن نذكر مستمعينا الأعزاء أن فقرتنا الثانية بتكون اليوم فقرة التقنيات، واليوم حديثنا بيكون عن أحد المراكز الحيوية المهمة في هيئة الصحة بدبي، مركز دبي للتبرع بالدم، وبتكون معنا الدكتورة مي عبد الرؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة بدبي، وبنتحاور معها عن هذا المركز وعن خدمات المركز
وأيضا يعني الفئات اللي يستهدف هذا المركز كيف يعمل، وكيف أيضا التقنيات الحديثة يتم استغلالها في مركز دبي للتبرع بالدم. خلكم ويانا دائما مستمعين الأعزاء مع برنامج صحة وسعادة، فاصل وراح جاي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما من خلال برنامج صحة وسعادة مستمعين الأعزاء نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. اختيامنا اليوم حديثنا عن أحد المراكز الحقيقة الحيوية والمراكز المهمة والمتميزة في خدماته، مركز دبي للتبرع بالدم. نعم، وطبعا حقق مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة خلال العام الماضي 2020 إنجازات متميزة رغم الظرف الاستثنائي والتحديات اللي يمر بها العالم، حيث تمكن المركز من تعزيز نجاحاته وقدرته على تأمين كميات الدم المطلوبة لمحتاجيها من المرضى من خلال حملات الدم المتعددة، وطبعا تسخير التقنيات الذكية لتسهيل عملية التبرع بالدم. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة مي ياسين رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم. صباح الخير دكتورة مي. صباح النور والسرور، أهلا بكم. أهلا فيك دكتورة، طبعا يشرفنا اليوم أن تكونين معنا نتحدث طبعا عن حملات التبرع بالدم اللي نفذها المركز خلال العام الماضي. نعم طبعا، مركز دبي للتبرع بالدم هو المركز الوحيد المعني باستقبال المتبرعين في إمارة دبي، وأحب يعني أعطي فكرة للمستمعين أنه المركز يقوم بصرف الدم مكوناته 24 ساعة باليوم 7 أيام بالأسبوع لجميع المستشفيات التابعة إلى هيئة الصحة في دبي وإلى جميع مستشفيات القطاع الخاص اللي يبلغ عددها حاليا 40 مستشفى خاص يتم الصرف الدم ومكوناته للمرضى المحتاجين. فطبعا هذه المسؤولية مسؤولية كبيرة على عاتق المركز، ولأن التبرع بالدم هو طبعا يأتي من البشر ويكونون متبرعين طوعيين، فهذا طبعا بعد تحدي أكبر لهيئة الصحة باستقطاب العدد المطلوب من المتبرعين لتلبية حاجة المرضى في هذا العدد الكبير من المستشفيات، مع طبعا التوسع بالخدمات الصحية والسياحة العلاجية في إمارة دبي. الحمد لله في عام 2020 استطعنا أنه ننفذ 642 حملة للتبرع بالدم، قسم منها عن طريق بنوك الدم المتنقلة اللي هي الحافلات المتنقلة مثل الباصات، وتكون مجهزة بأجهزة متطورة لسحب الدم من المتبرعين بالدم، وقسم من هذه الحملات تكون داخل بعض المؤسسات أو الجامعات لتكون قريبة على المتبرع، فنقدر نسحب منها كميات كبيرة من الدم. في عام 2020 كان نسبة وحدات الدم المسحوبة عن طريق حافلات التبرع بالدم بلغت تقريبا 50% من وحدات الدم المسحوبة، وهذا طبعا أقل من نسبة أكياس الدم اللي نسحبها بالسنوات السابقة قبل وباء كورونا. ففي السنوات السابقة كان سحب الدم من خلال حملات التبرع بالدم والباصات يبلغ 80%، لكن بسبب ظروف الجائحة وبسبب أنه التجمعات لم يكن مسموح بها، وذلك لسلامة طبعا أفراد المجتمع، فكان الاعتماد الأكبر على قدوم المتبرعين بالدم إلى المركز. ولذلك هيئة الصحة أضافت خيمة كبيرة للتبرع بالدم حتى يكون المكان مريح وآمن وسليم للمقبلين على التبرع بالدم. فكان الضغط أكثر على المركز من حملات التبرع بالدم، بس الحمد لله مثل ما ذكرته في بداية اللقاء
أنه الحمد لله المركز بالرغم من الجائحة ومن رغم من كثير من التحديات في عام 2020 استطعنا وبحمد لله أن نستقبل 65 ألف متقدم للتبرع بالدم، وتم سحب أكثر من 50 ألف وحدة دم من المتبرعين، وهذا طبعا هو أعلى نسبة على مستوى الدولة. تقريبا 50% من الدم المسحوب على مستوى الدولة يتم سحبه من مركز دبي للتبرع بالدم. دكتورة مي، طبعا جهود كبيرة، ولو تذكرين يعني وقت الجائحة والظروف اللي مرت فيها العالم، يعني رغم كل الظروف هاي دكتورة مي، بعد كان في هناك إصرار منكم يعني الاستمرار بالحملات التبرع بالدم، وطبعا يعني دعم هيئة الصحة بدبي ودعم القيادة العليا بهيئة الصحة بدبي لهاي الحملات، والهدف منها مثل ما ذكرتي دكتورة مي أن يعني مركز يقدم خدمات إنسانية، هناك شريحة كبيرة من أفراد المجتمع اللي يحتاجون إلى هذا الدم، ليس فقط يعني نوع من الدم وإنما أيضا يعني الأمور الأخرى اللي يعني مكونات الدم الأخرى. دكتورة مي، لو نتكلم عن عدد المقبلين كانوا على التبرع بالدم خلال العام الماضي، ولو تحدثينا شوية كيف كانت الظروف وكيف تغلبتوا أيضا على الظروف على أساس أنه يوصل يعني هذا الحد الكبير، النسبة الكبيرة من المتبرعين، وأيضا كانت الدكتورة مي يعني ظروف مش طبيعية. نعم طبعا احنا يوميا بالأيام الاعتيادية أقل عدد وحدات دم ممكن نسحبها هو 180 وحدة دم حتى صحيح. نقدر نوفر الدم للمرضى المحتاجين، لأن الحاجة للدم كبيرة ومتزايدة. نعم. وحتى في أثناء جائحة كوفيد يمكن قلت العمليات الغير مستعجلة، لكن حاجة المرضى للدم، مرضى الثلاسيميا ما في شيء يوقفهم عن احتياجهم للدم. الحوادث الطرق، المرضى المصابين بمثلا أمراض السرطانية، فالدم ما ممكن أن يتوقف، لأنه في كثير من الحالات يكون هو منقذ لحياة المرضى وما في إلا بديل. وهذا هو طبعا تحدي جدا جدا كبير واجه بنوك الدم على مستوى العالم. في أثناء الجائحة كان التركيز على أنه كيف نوفر مكان آمن حتى نقدر نقنع المتبرعين اللي هم طبعا ناس متطوعين يجون يتبرعون بالدم من ناس ما يعرفوهم، وكان في جائحة، في حد من الحركة المرورية في فترة صحيح. في فترة شهر 4 أو شهر 5، والناس طبعا تخاف تجي مكان يكون داخل مستشفى، لأنه كانوا يعني يحبون حسب التوجيهات طبعا الطوارئ والأزمات أنه يلزمون بالبيت وما يطلعون إلا للأشياء الطارئة. صح. فإحنا في هذه الفترة قمنا حتى نقدر نستمر بأداء مهمة المركز واستمرارية الأعمال، الخطة البديلة فورا تم طبعا دعم القيادات العليا في هيئة الصحة، دعمتنا بكل ما نحتاج، فوفرنا خيمة كبيرة للتبرع بالدم، وفرنا السنز اللي كانت لتعقيم الأشخاص، بعدنا أسرة التبرع بالدم بحيث يكون أكثر من مترين بين سرير والآخر، ووفرنا طبعا كل المتطلبات التعقيم بين شخص والآخر، وما زلنا طبعا مستمرين بنفس الطريقة. وكذلك كان في دعم من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، تشجيع المتبرعين اللي يقدرون يتبرعون بالدم بالتوجه للتبرع بالدم وأنه المكان آمن وسليم. كذلك صحيح. احنا طبعا مددنا ساعات العمل وبدينا نشتغل في فترات كثيرة، مثل كنا السبت ما نفتح، بدينا نفتح يوم السبت ومددنا ساعات العمل حتى نقدر نستقبل عدد أكبر من المتبرعين وما يكون في زحمة. بدينا نسوي مواعيد المتبرعين بالدم عن طريق الاتصال بمركز الاتصال، لأن احنا سابقا كان المتبرع بالدم في الحالات الاعتيادية يجي يدخل إلى المركز ويتبرع بأوقات العمل بدون موعد. لكن أثناء الجائحة كان في عندنا خطة، وكانت خطة جدا يعني بها كثير من الجودة والمرونة للمتبرعين بالدم،
فمددنا ساعات العمل، أضفنا يوم السبت لسحب الدم من المتبرعين، وجودنا في الخيمة كبيرة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والأجهزة الذكية اللي تخلي المتبرع يقضي فترة قصيرة للتبرع بالدم من خلال وجود خدمة دمي في تطبيق هيئة الصحة في دبي. فالمتبرع يقدر يقرأ المعلومات، يعبي الاستبيان وهو قاعد في بيته، ويجي للمركز يتبرع بالدم، خلال 20 دقيقة ينتهي إجراء التبرع بالدم. فهذا كله طبعا ساعد المتبرعين على أنه يكون عندهم ثقة كبيرة، ويكون عندهم رضا بالنسبة للخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة في دبي. هذا بالإضافة طبعا إلى كان في دعم من قيادة الشرطة، لأن في الفترة اللي كان فيها حد بالحركة المرورية بدأنا نبعث مسجات SMS، رسائل نصية للمتبرعين بالدم، وكانوا الشرطة يساعدهم إذا يشوفون الشخص مستلم رسالة أنه تعالوا تبرعوا بالدم، فيسمحوا لهم أنه يجون يتبرعوا. ونحن كنا نعطي رسائل أنه الشخص الفلاني إجا وتبرع في الساعة الفلانية في المركز. وطبعا بغض النظر عن كل هذه الإجراءات اللي إحنا عملناها حتى نسهل المهمة، لازم اليوم أنا أذكر يعني الشكر والتقدير للمتبرعين بالدم على هذا العمل النبيل اللي أثناء الجائحة ما انقطعوا عن التبرع بالدم. وهذا طبعا يعكس تلاحم المواطنين والمقيمين الموجودين في أرض الإمارات المعطاء، هي أرض خير وعطاء، فكل الموجودين فيها يحبون يعطون العطاء يعني كواجب وطني وإنساني للتبرع بالدم. صحيح. فهم ما انقطعوا عن التبرع، وطبعا الناس اللي كنا نتصل بهم هم ناس موجودين أدنى في بياناتنا من المتبرعين السابقين، فكنا نتصل بهم ونقولهم مثلا ممكن تحجز موعد، ممكن تجي، فما كانوا يعني حقيقة يتخلفون. أكثر المتبرعين اللي حالتهم الصحية تسمح بالتبرع بالدم كانوا يجون ويتبرعون بالدم. فالحمد لله ما صار عندنا نقص في الدم، يعني طبعا نزل المخزون في شهر 4، بس مش انه في مريض كان محتاج دم وما وصل لنا. هذا اهم شيء بالنسبة لنا كانجاز، انه الحمد لله كل اللي احتاجوا دم كان موجود عندهم دم ومكوناته. طبعا نعم طبعا دكتورة، مثل ما قلتي هذا العمل يعتبر عمل نبيل، ولو توقف العالم مع كوفيد-19 يعني لا نستطيع التوقف عن ضخ الدم لمركز دبي للتبرع بالدم. ويجب على كل المستمعين اللي يسمعونا اليوم يعرفون هذا الشيء، أن في مرضى ثلاسيميا، مرضى عايشين على هذا الدم اللي يتم التبرع فيه في المركز عندكم. طبعا كلامك هذا دكتورة يثلج الصدر، أن نحن مع هذه الجائحة استطعنا أن نوفر الدم، واستطعنا أن نجعل يعني لا نجعل أن هناك يعني مريض في دبي أو في الإمارات يحتاج للدم وما يحصل عليه. طبعا هذا يعتبر إنجاز كبير، مشكورين عليه، يعني إنجازكم لو نقول أن أكبر إنجاز في 2020 أن كل الناس المحتاجين للدم حصلوا الدم، وهذا طبعا بجهودكم وبالحملات اللي أنتوا تسوونها وبالناس النبيلين مثل ما ذكرتي اللي ما زالوا يشعرون بأهمية تبرعهم بالدم. فطبعا الحديث معاك شيق، والحديث معاك طبعا ما يخلص عن مركز دبي للتبرع بالدم. شكرا لتواجد دكتورة مي معانا اليوم، وشكرا لهذا الكلام الطيب والاطمئنان اللي عطيتينا اياه ان نحن ما زلنا بخير، وان شاء الله مع الجائحة وبدون الجائحة نحن نحتاج هنا في دبي هني نقدر يعني نجتاز كل الصعوبات عشان نوفر للناس المتواجدين على الإمارة سبل يعني الصحة، وما حد يكون محتاج دم إن شاء الله يا رب بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتورة. شكرا دكتورة، فعلا يعني مركز اختيامنا متميز ويقدم خدمات نبيلة وإنسانية وطبية، كلها منظومة جميلة. بناخذ فاصل مستمعينا الأعزاء، وبعد الفاصل عندنا فقرة أيضا من الفقرات الجميلة، فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان نصائح لبشرة صحية في فصل الشتاء، أكيد طبعا اتيامنا. فمستمعين الأعزاء خلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم سهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما من خلال برنامج صحة وسعادة نحب أن نذكركم بأرقام التواصل معنا على 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. نصائح لبشرة صحية في فصل الشتاء. وطبعا أخوي عبد الله، أولا هاي فقرة التغذية فقرة وايد مهمة وكلنا نستمتع فيها طبعا، ومن الناس اللي يستمتعون في هاي الفقرة الوالدة. لا والله الوالدة الله يحفظها، أمس كانت فقرتنا عن السحلب. عبد الله ما حضرت أمس، كنا أنا والدكتورة هند، كانت الفقرة عن فوائد مشروب السحلب، والوالدة صراحة تحمست وراحت تشتري لي عسب أسوي المشروب، فأنا اليوم أوجه لها التحية، هي تسمعني. صباح الخير أمي، وأسعد الله صباحك. واليوم فقرتنا عن البشرة الصحية في فصل الشتاء، وأنا متأكدة أن هي بتسمع الفقرة عدل، والمستمعين من النساء والشباب لها أجمل تحية وصباح الخير. فالحين نبدأ مع الدكتور الأستاذة نجلة درويش، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، بتحدثنا عن نصائح لبشرة صحية في فصل الشتاء. صباح الخير أستاذة نجلة. يا عبد الله والجميع مستمعينا، إن شاء الله ونقول لك العام وانت بخير، حلول السنة الجديدة 2021، وإن شاء الله كلها تكون صحة وسعادة. الله يسلمك اختي نجلة، وصباح الخير لك أيضا، وكل عام انت بخير، ومشكورين على يعني هاي المواضيع الجميلة. مثل ما ذكرت آمنة أن يعني فقرة التغذية بالنسبة لها شيء مهم، وأنا دائما أي شيء فيه جمال وصحة ونساء على طول يتحول عندها. للجميع يلا نشمل الاثنين إن شاء الله، الرجال والنساء، لأن لازم يحافظون على بشرتهم بعد فصل الشتاء. أكيد. طبعا مثل ما تعرفون أن في فصل الشتاء الناس طبعا تغير عليها الطقس، وفي بعضهم طبعا السبوح بالماء الساخن يحسون بالتدفئة، فيسبب لهم التهيج والتحسس أحيانا، والتعرض كذلك للهواء البارد فجأة، فهذا الأشياء ممكن كذلك ضرب بشرتهم. وفي بعض الدفايات اللي في البيوت بحيث أنه ممكن يأثر حتى على بشرتهم، فحبينا نوجه بعض النصايح، لأنه مو بس مثل ما نحن نعرف أن الاهتمام بالبشرة الصحية بس عن طريق الكريمات والمرطبات ونستخدم مواقع الشمس وخلاص، هالأشياء أساسية وضرورية، لكن مهم جدا نعرف كذلك الانعكاس الداخلي، لأن التغذية مهمة جدا. فالانعكاس الداخلي هذا للتغذية يعني لينعكس على صحة الجسم والبشرة وكذلك صحة البشرة ونضارتها. فأول نصيحة بوجهها أن كثير من الناس تنسى شرب الماء فصل الشتاء، فنحن نذكرهم دائما يشربون تقريبا ما لا يقل عن لترين إلى لترين ونصف ماء، خاصة في فصل الشتاء، ويذكرون عمارهم دائما بالماء. في بعضهم ما يتذكرون الماء في فصل الشتاء وما يحسون بالعطش، فالجميل أنهم يحطون قدامهم الماء ويحاولون دائما يذكرون، حتى لو استخدموا بعض البرامج الذكية، تطبيقات ذكية تذكرهم كذلك بشرب الماء. عندنا كذلك تركيز على الدهون الصحية، وخاصة اللي ما تستطيع أجسامنا أنها تكونها، لأن هاي الدهون الصحية مثل الأوميجا 3 والأوميجا 6 بيقولوا وين موجودة؟ موجودة في المكسرات كذلك، الأسماك، الأفوكادو، وبذور الكتان، وهي أمثلة على بعض الدهون الصحية، لكن هاي كذلك مهمة للحفاظ على تجديد خلايا البشرة. وما ننسى بعد مضادات الأكسدة، وين بنحصل مضادات الأكسدة؟ بنحصلها يعني معظمها في الفواكه والخضار، وتعتبر هي بعد كذلك مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن. طبعا لما نسمع مضادات أكسدة نقول شو دورها بالجسم أو شو دورها لصحة البشرة، هي تقاوم الجذور الحرة وتقاوم الالتهابات اللي ممكن تحصل للبشرة، والالتهابات بشكل عام في الجسم، وبالذات الجذور الحرة ممكن تضر البشرة من خلال أنها تسبب التجاعيد كذلك وتسبب شيخوخة مبكرة للبشرة. أختي نجلة بس عفوا للمداخلة، عندنا استفسار من أحد المستمعين لبرنامج صحة وسعادة عن أهمية الماء الساخن، هل يعني جسم الإنسان يحتاج إلى نفس الكمية من الماء العادي اللي هو الماء الساخن؟
لشرب الماء يعني يكون بدرجة حرارة الجو، لأنه يعني يكون ساخن بزيادة ولن يكون مثلا بارد بزيادة. لكن المشروبات الساخنة مثل الشاي الأخضر أو الزنجبيل تكون يعني مشروبات دافية يشربونها بعد كذلك مهمة لصحة أجسامهم. لا بس هو يقصد أختي نجلة، هو يقصد يعني الماء الحار في هناك بعض الاعتقادات. لا شرب الماء الساخن، شرب الماء الساخن ما ننصح به يعني كذلك. من المعدة لما مثلا نعرضها لماء ساخن فجأة وبعدين مثلا أكل بارد أو ماء بارد فبتصير في بعض الاضطرابات. نعم. لكن ما له أي تأثير مثل ما الناس تعتقد أنه ممكن يحرق السعرات الحرارية، ممكن يحرق الدهون عندي في الجسم. صحيح. لا، فنحن ننصحهم بشرب الماء اللي هي بدرجة حرارة الغرفة، أو نعم. مثلا يكون ماء دافي عشان اللي يعانون مثلا من مشكلات في الحنجرة أو عندهم التهابات أو يحبون مثلا يشربون الماء الدافي بليمون أو إضافة شوية عسل، بس يكون دافي مو بشديد السخونة. نعم، وطبعا أستاذة نجلة الحين حين نصحناهم بضرورة الالتزام بشرب الماء بكميات كبيرة للحصول على بشرة صحية. نصيحة أخيرة تقدمينها للمستمعين عشان تكون الفائدة أكبر إن شاء الله؟ هي النوم بساعات صافية، وأنهم يتجنبون شرب المنبهات اللي هي فيها كافيين بكميات عالية عشان ما تسبب لهم جفاف في البشرة. هاي نصايح بشكل عام، ونتمنى كذلك قضاء شتاء ممتع وهم بصحة جيدة في أحلى شتاء بالعالم بدولة الإمارات. شكرا لك أستاذة نجلة درويش، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، على هاي المعلومات القيمة. كل الشكر لكم، ونتمنى ما شاء الله يلتزمون على نظام غذائي متوازن للصحة بشكل عام مو بس للبشرة إن شاء الله. شكرا. دائما مثل ما ذكرت الأخت نجلة بأن التوازن اختيامنا في التغذية هو الجانب أو المفتاح السحري لصحة يعني عامة وصحة جيدة. ننتقل معك أختي آمنة إلى فقرتنا الثانية اليوم، وتحت عنوان المناسبات الاجتماعية. ودائما طبعا احنا نكون سعيدين جدا يوم تكون ويانا الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وبتكلمنا عن مستمعين اليوم عن المناسبات الاجتماعية. دكتورة هند، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير عبد الله، صباح الخير آمنة والجميع المستمعين. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية. دكتورة بس حبيت أطمن، شربتي السحلب أمس ولا لا؟ لا والله آمنة ما هو حالي. خلاص عيل الباكر مع بعض يوم الخميس البرنامج مع بعض نشرب. وعطوني أنا المقادير بعد. أكيد عبد الله أكيد. طبعاً دكتورة مثل ما نعرف أن المناسبات الاجتماعية تقريباً قاعد ترجع تدريجياً، مثل ما نشوف الناس قامت تتجمع لو بأعداد معقولة وأعداد معينة حسب ما مسموح لنا طبعاً في التجمعات. فدكتورة ممكن تعطينا الإجراءات الوقائية اللي يجب علينا الالتزام فيها في المناسبات الاجتماعية؟ طبعاً مثل ما كلنا نعرف إحنا حين دخلنا موسم المناسبات، والناس الحين قامت يعني تحاول تجتمع من حسب المعايير والإجراءات اللي أعلنتها الجهات المعنية، فإحنا يعني نحب نقول لهم إن عشان أنتوا بعد تستمتعون في وقتكم وتكونون في صحة وسلامة، بعد في بعض النصائح اللي إحنا ننصحكم فيها، وخصوصا إذا كنتوا سواء كنتوا بتحضرون هاي المناسبة الاجتماعية أو أنتوا كنتوا أصحاب هاي المناسبة الاجتماعية من حفلات أو أعراس أو أعياد أو ما غير ذلك عاملة. فأول شيء يعني إحنا نحاول نقول للناس إن حاولوا إن العدد المتواجدين يكون حسب ضمن القواعد المشترطة من عند الجهات. نحاول إن إحنا ما نتجاوز العدد المسموح لنا، مو عشان فقط هذا القانون محطوط كذي، هذا القانون محطوط عشان حمايتنا. فإحنا لما نحصر عدد المتواجدين إحنا بهاي الطريقة نقلل من الازدحام في المكان، نقلل من تعرضنا لا سمح الله إذا أي حد فيهم كان مريض وما غير ذلك. فإحنا يعني نحاول نقلل العدد قدر المستطاع، وطبعا لازم إحنا نحرص أن المتواجدين ما يعانون من أي أعراض تنفسية أو حمى
أو كانوا يشتكون من أي يعني إن كانوا يحسون عمارهم تعبانين مو على بعضهم، إحنا ننصحهم إنه ما فيها أي شيء إذا هم اعتذروا وقالوا إحنا ما نقدر مثلاً إني هاي المناسبة اسمحوا لنا إحنا شوية ما نحس إن إحنا على بعضنا، فإحنا ننصح يعني الجميع مو عشان نفسهم بس عشان بعد المتواجدين بعد. نعم حتى دكتورة سهولة الفحص الحين، يعني اللي حاس عمره مثلا تعبان قبل المناسبة أنا عارف التاريخ الفلاني أنا عندي مثلا مناسبة فيها ناس أنا يعني المفروض أني أنا أسير أفحص إذا أنا أحس بعمري علي أعراض حمى أو أعراض صداع شديد أو أي أعراض أنا أحس أنها ممكن تكون أعراض كوفيد-19 أسير أفحص ولا أني أعدي عدد كبير من الناس، أو مثل ما قلتي دكتورة نعتذر عن الحضور لأن هذا الشيء في هذا الوقت من الزمن أصبح شيء مب مخجل أني أنا أعتذر دام أن أنا صحتي ما تسمح لي أحضر هاي المناسبة. بالضبط، وخصوصا إذا أنا بعد كنت آمنة شاكة أني أنا مثلا خالط حد كلمني وقال لي أنا تراني بوزيتيف وأنا كذي، فأنا حتى لو كنت شاكة أني يمكن هل خالطة أو ما خالطة مجرد هذا الشك أنا كذي بهاي الطريقة أنا لازم بعد أتخذ تدابير الاحترازية. الحين بعد بس حاب أذكر المستمعين أن إحنا مدة الحجر المنزلي تغيرت من 14 يوم إلى 10 أيام لأن جميع الدراسات أثبتت أن هي أول 10 أيام هي نعتبر المرحلة الخطرة اللي الأكثر يعني هاي العشرة أيام هي معلومة جديدة دكتورة اليوم حصرية عندنا في البرنامج خبر حصري حقكم الناس اللي الحين محجورين بيستانسون آمنة هي تعتبر هاي أكثر الأيام خطورة لنقل العدوى للأشخاص الآخرين. نعم. فكان قبل كان 14 يوم وطبعا إحنا كل مرة يعني لأنه شيء جديد والعلماء 24 ساعة شغالين لاكتشاف الأشياء الجديدة فكل الدراسات أثبتت إن العشرة أيام هي الأيام الأكثر إصابة لنقل العدوى فصارت الحين الحجر صار 10 أيام فهي يعني 10 أيام الواحد يحتاط فيها. نعم دكتورة شو تقولين حق الناس اللي إحنا نسمع مثلا يقول أنا أحس عمري خالط الشخص الفلاني بس ترى مو بدايركت مو بأمية بالمية أنا خلاص يعني ما بحجر عمري، نفرض إذا في حد ما عنده المسؤولية المجتمعية المخالط مفهوم المخالط آمنة أني أنا أقعد مع الشخص ربع ساعة قاعد معاه مسافة يعني قريبة منه لمدة ربع ساعة أنا هي أنا أعتبر مخالط. فإذا كان الشخص خبرك اتصال فيك قال تراني أنا بوزيتيف فأنت هني لازم تحط يعني علامة استفهام عن نفسك وتبلغ الجهات المعنية وتقول لهم تراني أنا خالط وهذا زميلي أو كان هذا حد من العائلة أو شيء كذي. وحتى ولو أنت سويت فحص البي سي آر وطلع لك نيجاتيف أنت لازم تخلص العشرة أيام. ليش العشرة؟ لأن هي فترة حضانة المرض آمنة، يعني حتى لو أنا طلعت نيجاتيف أنا لازم أخلص العشرة أيام عشان أضمن أني أنا أكون في السيف سايد. نعم أضمن صحة المجتمع أيضا دكتورة، صحة المجتمع حواليني صحة الناس اللي أنا أحبها. أنا في النهاية مسؤول عن الناس الباقين، سبحان الله أنا قعدت مع واحد كبير في العمر، سبحان الله أنا قعدت مع واحد عنده أمراض مزمنة، يعني أنا يمكن جسمي ومناعتي وقابليتي لتقبل المرض يمكن يقدر يقاوم المرض بطريقة أفضل من غيري، فأنا بعد مسؤول عن نفسي وعن الآخرين. يعني الجميع مسؤول عن الجميع دكتورة. نعم ومن هاي الجميع مسؤول عن الجميع. نعم. الوعي جدا مهم آمنة، احنا لازم يعني نكون على وعي وعلى مسؤولية بعد. نعم دكتورة ذكرتي كبار السن فنحن حابين نعرف منك نصائح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فيما يتعلق بالحضور المناسبات الاجتماعية. يعني نحاول ان احنا نقول لهم قدر المستطاع حاولوا انكم انتوا ما تروحون الا في الحالات يعني اللي صدق حابين يروحون المناسبات هذه، واذا رحتوا هاي المناسبات قولوا للباقين. احنا نعرف ان احنا عندنا عادات نحب نسلمهم نبوس ايدهم نبوس راسهم، احنا نقول ان في هاي الفتره طريقه اظهارنا لمحبتنا واحترامنا لهم ان احنا نسلم عليهم من بعيد. أنا أنصح بعد كبار السن أن يحرصون على ارتداء كماماتهم أثناء تواجدهم في هاي الاجتماعات. إذا حسوا عليهم أنهم تعبوا أو اللي حواليهم كانوا تعبانين يحاولون أن يتجنبون التواصل معهم.
يعني إذا من الواقع يعني يوم الجمعة أمي كانت معزومة على مناسبة، فأنا يعني نصحتها أنها ما تروح لأن ما تعرفين آمنة هل هو المكان بيكون مكتظ غير مكتظ. فأنا قلت لها إذا أنت تقدرين تعتذرين وتروحين في يوم آخر في ظروف أخرى فأنا أفضل أنك أنت تعتذرين، وسمعت الكلام الوالدة ما شاء الله عليها. طبعا نوجه لها تحية دكتورة، قلتي لنا أن هي تسمعنا أيضا وطبعا نعم دكتورة أيضا نحن نقول مثل الإجراءات الاحترازية، أنا بضرب لك مثال مثلا على يدتي الله يحفظها، يومتي عندنا مثلا إذا بتي طبعا لازم يكون التجمع عدد بسيط إذا هي بتحضر، وصارت مع الوقت تتقبل إنه يعني عرفت ليش نحن ما نسلم. أول فترة طبعا الزعل مليون إنه يعني كيف الكل ما يسلم علي، وهي متعودة يعني عندها طبع الحضن والسلام والحميمية هاي. فإحنا أصلا مجتمعنا مجتمع متلاحم ونحب يعني الأحضان والسلام والتبويس دكتورة، فكيف ما نبوس راسها كيف ما نبوس يديها؟ مميزين عنا يعني صح صح بالضبط، ومحترمين ومميزين، فإحنا نحب إن إحنا نحضنهم نبوس إيدهم راسهم، فلكن يعني في هاي الفترة احنا لازم نشرح لهم ليش يعني. وحتى لو هم قالوا ترى ما اشوف ان فيكم شيء، ترى يعني اللي فيهم ساعات كوفيد يكونون بدون اعراف، الواحد ما يعرف هل هو في كوفيد او ما في كوفيد، فاحنا عشان نحميهم يعني نحاول ان نسوي نرجع للمثلث الذهبي اللي عبد الله دائما يعني. دكتوره سويتي مربع ترى انت يمكن نسيتي استوى مربع خلاص المربع مع التطور الجديد الاضافه الجديده اللي هو لقاح كوفيد اللي انا انصح الجميع ان ياخذه، وخصوصا الفئات اللي احنا مستهدفينها وقدمناهم على الكل، انا انصح الجميع انهم ياخذون هذا اللقاح، والى جانب التزامنا بالتدابير الثانيه حتى يعني تصدر لنا توجيهات اخرى. ما زال علينا ان احنا نحرص على ارتدائنا لكمامنا بالطريقه الصحيحه طوال الوقت، احنا لازم نحافظ على نظافه ايدينا ونحرص نغسلها بالماء والصابون لمده 20 ثانيه. انا ادري يمكن الناس ملت من السالفه هذه، لكن في سبب معين ان احنا نقول 20 ثانيه، وفي سبب معين ان احنا نقول بالماء والصابون مو بس بالماء، وبعد نحافظ على مسافه كافيه بيننا وبين الاخرين لا تقل عن مترين. هاي المترين بعد لها اسباب معينه، لان احنا نعرف ان الكوفيد ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث، وحسب جميع الدراسات قالوا ان هذا الرذاذ مسافه الامان عشان ما يوصلنا اللي هو المترين. فعلى قولتك المثلث الذهبي صار مربع ذهبي، لقاح كوفيد متوفر في هيئة الصحة في جميع في بعض المراكز اللي ذكرناها دائما وأبدا احنا نعيد فيها، فأنا أنصح الجميع أن يأخذها، وخصوصا الفئات اللي احنا مستهدفينها اللي هم من ضمنهم كبار المواطنين من المواطنين والمقيمين اللي فوق 60 سنة. صحيح دكتورة هند، عندنا دقيقة، إذا في هناك يعني نصيحة لدور الوالدين في توعية الأبناء بمثل هذه الإجراءات لحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا. طبعا أنا دائما أقول لا تستهينون بذكاء الأطفال، أطفالنا جدا واعين، أطفالنا جدا أذكياء، إحنا لازم نشرح لهم الوضع بدون ما إحنا نحور لهم الوقائع، إحنا نشرح لهم بالضبط الواقع واللي قاعد يصير الحين بطريقة مبسطة. طبعا كل أم وأب يعرفون بالضبط كيف يوصلون المعلومة لطفلهم، الحوار جدا مهم، احنا لازم نشرح لهم، وخصوصا لما بيقابلون حتى كبار السن من اجدادهم وجداتهم، احنا حتى نحاول نشرح لهم ان انتوا عشان تحمون الجده والجد بعد لازم انتوا تسلمون عليهم بعيد، تحرصون ان انتوا تحافظون على مسافه كافيه، نعلمهم كيف يغسلون ايدهم بالطريقه الصحيحه. وايد مهم ان احنا نوعي الاطفال أخوي عبد الله بالإجراءات هذه، وما شاء الله عليهم أنا لاحظت الكثير من الأطفال صاروا جدا واعين جدا أذكياء وينتبهون على أبسط الأمور. صحيح دكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتورة، وشكرا لجهودكم المميزة الحقيقة خلال الفترة هاي بتوعية أفراد المجتمع عن يعني فيروس كورونا وكل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي يحتاج أن يعرفونها. شكرا لكم دكتورة.
شكرا ودمتم صحة وسلامة. دمتي بصحة وسعادة أختي منى، أختي آمنة آلعلي. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت معلومات مفيدة وعلمية. وهذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق المبدع معنا اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت سراء الهاشمي، وفي الإخراج الأستاذ نمر محمد، وأيضا الأستاذ سعيد المر. وأيضا شكرا لك أختي آمنة العلي، ما قصرتي. شكرا لك أخوي عبد الله، صراحة استمتعنا بفقرات برنامجنا متنوعة اليوم. وجميلة اليوم. نعم مستمعينا الأعزاء تقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بالصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.